فريق جنوب افريقيا القانوني في محكمه العدل الدوليه قدم تصريحات المسؤولين الاسرائيليين للمحكمه، واكد ان التصريحات دي هي نيتهم الواضحه والمسبقه للاباده الجماعيه. قلت لكم امبارح ان في الوقت اللي كانت محكمه العدل بتنظر الدعوه، اسرائيل طلعت اوامر اخلاء جديده وبتتوسع في ضرب خان يونس، وبتمارس تنكيلها وكانها بتقول للعالم القانون الدولي ده بلوا اشربوا ميته. وكانها ليه؟ ده اللي قاله نتنياهو النهارده. قال محكمه العدل مش هترضى اسرائيل ومش هتعطلها لحد ما تحقق النصر الكامل في غزه. وقال ولا لاهاي ولا محور الشر هيمنعونا. يقصد مين بمحور الشر؟ العالم خلاص عرف ان مفيش محور شر غيركو انتوا واللي واقفين وراكوا. نتنياهو بيقول انه اثبت لحماس وحزب الله ان كل مخرب دمه مهدور وانهم في الطريق لتحقيق النصر ومش هيتنازلوا عن نصر واضح، خصوصا انه بيحارب لضمان امن اجيال جايه. يا ريت التصريح ده بتاع النهارده الحد تضيفه جنوب افريقيا في ملف القضيه. هل الكلام ده اللي بيتعمل وبيتقال مقبول منطقي في اي نوع من انواع العقل؟ خلينا نشوف جنوب افريقيا اللي كسبت احترام العالم في هذه الدعوة المرفوعة امام محكمة العدل الدولية. وبرحب عبر الهاتف بالسيد زين دانجور المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب افريقيا. مستر دانجور، I'm welcoming you here on air. سيد دانجور، انا ارحب بك على الهواء. Can you hear me? Thank you very much for having me. اشكر سيادتك على هذه الاستضافة. Words of appreciation are coming. كل كلمات التقدير والاحترام تأتي إليكم من جميع العالم، ولكن أنا أتحدث عن الشعب المصري وكيف هم ممتنون لكل خطواتكم. My question to you is, سؤالي لك هو بعد يومين من الاستماع، ما هي توقعاتكم أو توقعات فريقكم القانوني لما سيحدث في الأيام القليلة القادمة بعد المداولات؟ شكرا جزيلا. أعتقد أن ما كنا نريد أن نفعله هو أن نقدم للمحكمة كل الوثائق التي تدين الجانب الإسرائيلي، وهي كلها أدلة تعتمد على حقائق ومدى إساءتهم للفلسطينيين، ونريد أن يستمع للصوت الفلسطيني في هذه المحكمة، وأن الإسرائيليين وما يفعلونه هناك كان، وهدفنا الأساسي هو إبراز ما يحدث من إبادة جماعية، ونأمل أن يتم إدانتهم في جريمة الإبادة الجماعية، ونتمنى أن يتم ذلك بسرعة عالية. وقد طلبنا بإيقاف فوري لإطلاق النار، وأيضا السماح بدخول المساعدات الإنسانية بسرعة عاجلة لكل الفلسطينيين في غزة وفي غير غزة، لأن هذا يتم. وما هو، كيف استجبتم للهجمات المضادة التي قام بها الجانب الإسرائيلي ووضعكم تحت نيران دفاع عن أنفسكم؟ أعتقد أن الأسلوب الذي اتبعوه هو أسلوب متبع لمحاولة التقليل من دفوعنا القانونية،
حماس وبالريزيستنس، ويحاولون أن يستغلوا ورقة حماس والمقاومة الفلسطينية ومحاولة إبراز أن ليس لجنوب إفريقيا أن تتدخل في مثل هذه الأمور، وأنه في إطار ذلك السياق الذي يعرض أمام المحكمة نحن نرى أن هناك أن ربما ستكون ربما لا تحتمل إدانة إلا إذا بدوافع سياسية، وإذا استمرت إذا استمرت هذه المحاكمة هل تعتقدون أن الدول الأخرى ستنضم إليكم في هذه الدعوة القانونية؟ نعم هذا صحيح، نحن نعرف أن هناك الكثيرين أنهم سنعرف أن دول عديدة ستنضم إلينا، وهناك دول إسلامية كثيرة ستدعمنا، وهناك دول مثل البرازيل وماليزيا وكوبا، وحوالي 16 دولة حتى الآن انضموا إلينا، وبعض هذه الدول كانت تدخل أسبوعيا معنا في هذه المحاكمة على مدار الأسابيع الماضية، وهم يقفون بجانبنا ويدعمون قضيتنا ويدعمون زاوية تناولنا لهذه القضية. وكيف ترى إعلان ألمانيا بأنها تنضم إلى الجانب الإسرائيلي أيضا في نفس قضية الجانب الإسرائيلي، كيف ترى هذا؟ نحن كنا نتوقع أن يكون هناك دولتين أو ثلاثة يأخذون الجانب الإسرائيلي، وهم دول غربية بالتأكيد، وسينحازون إلى إسرائيل، ونحن نعتقد أن هناك تلك الصلة التي تمتد بينهم لمدة أكثر من 70 عاما، ولكن ما نراه في غزة الآن أعتقد أنه كان لا يدع مجال لقيام إسرائيل بالدفاع عن نفسها، ولكن لابد من إبراز ما يحدث من عدوان، ونحن مستمرون على إبراز هذه الأعمال العدائية والانتهاكات التي تتم، ولكن نحن مستمرون في هذا الدعم أيضا، ننظر إلى بالنظر إلى عدد القتلى والضحايا ومدى انتهاكهم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حتى أن ولابد من طرح الجوانب القانونية أيضا في هذا الموضوع. أخيرا أود أن أعبر لك عن امتنان معظم شعوب العالم لجنوب إفريقيا التي اكتسبت احتراما أكثر للاحترام الذي اكتسبته في هذه القضية، وبالإنابة عن العديد والعديد من الشعوب نقول لكم شكرا جزيلا، ولا تخضعوا أبدا لتلك الضغوط التي يدفع بها الصهاينة. شكرا جزيلا جدا على هذا الدعم، وأتوجه بالشكر لشعب دولتكم وشعب الدول الأخرى التي تدعمنا. سيد زين دانجور المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في الدعوة اللي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية.